بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. السادة الكرام الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم ومرحبا بكم في هذه الندوة التي يقيمها القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق بمناسبة تأسيس الجيش العراقي. قد جاءت الندوة بعنوان الجيش في العراق تأريخه وواقعه وموقف الهيئة منه. خصص لهذه الندوة ورقتان، الأولى موقف هيئة علماء المسلمين من الجيش للدكتور ثامر العلواني، والثانية تتناول تأريخ الجيش العراقي وواقعه للدكتور مثنى حارث الضاري. الآن نفسح المجال للدكتور ثامر العلواني لإلقاء ورقته، فليتفضل، جزاه الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، في البدء لا بد من تقديم الشكر الجزيل والثناء الجميل لهيئة علماء المسلمين التي تهتم اهتماما كبيرا في ذكرى تأسيس الجيش العراقي في الوقت الذي تخلت فيه جهات مسؤولة مسؤولية مباشرة عن هذه القضية وهذا التاريخ والإرث الكبير في تاريخ العراق الحديث والمعاصر. والشكر موصول للقسم السياسي في اختيار هذا العنوان. وكي لا أطيل وأدخل في الموضوع مباشرة، أود أن أبين لحضراتكم موقف هيئة علماء المسلمين فيما بعد 2003 فيما يتعلق بالجيش والأجهزة الأمنية. وواضح من بيانات هيئة علماء المسلمين وفتاواها والتصريحات الصحفية وكلام المتحدثين باسم الهيئة موقف الهيئة بعد الاحتلال من تشكيل الجيش وأعماله وأفعاله وكيفية تشكيله. وبما أن العراق ابتلي باحتلالين أمريكي وإيراني وعاثا هذين الاحتلالين في العراق فسادا وشتاتا وعملا على تمزيق نسيجه المجتمعي واستباح حدوده وقتلا أبناءه واغتصبا ثرواته وخيراته بأدواتهما الخبيثة بخلق نظام سياسي طائفي عرقي أنتج حكومات جرت البلاد والعباد إلى الهاوية. وبما أن الهيئة صاحبة مشروع لإنقاذ العراق مما هو فيه، وبما أنها وقفت بوجه الاحتلال الأمريكي بكل أشكاله وألوانه وأصبحت قوة لا يستهان بها في مناهضة الاحتلال ورافضة له ولمخرجاته، كان استهدافها مباشرا من الاحتلال سواء بالقتل أو الاعتقال أو الافتراءات المكذوبة بالمواقف وبعض الأمور عن الهيئة. وفيما أشاعوه في مرحلة متقدمة عن الهيئة أن الهيئة كانت قد أفتت بعدم الدخول في أجهزة الجيش والشرطة وأنها أصدرت فتوى بذلك. وللأسف أن هذا الادعاء العريض والكذبة المكشوفة كانت مساقة لتبرير فشل بعض السياسيين ومحاولة للهرب من تحمل المسؤولية بعد الوعود الكبيرة التي قطعوها على أنفسهم للشعب. وسأبدأ ببيان موقف الهيئة الرسمي الصادر عن طريق الفتاوى، وأبدأ بالفتوى لأنه أشيع زورا وبهتانا أن الهيئة أصدرت فتوى بتحريم الدخول في الجيش. وبهذه المناسبة أذكر كلام الشيخ المرحوم الشيخ حارث الضاري عندما سئل من أحد الصحفيين: كان موقفكم في الهيئة ولا زال ضد تشكيل الجيش من أهل السنة وهو معلوم في فتواكم المعروفة، فما قولكم بذلك؟ فأجاب الشيخ الضاري رحمه الله: لم نصدر فتوى بمنع دخول الجيش والشرطة في أي مرحلة من مراحل سياسة الهيئة، وأما ما يشاع من أننا أفتينا بذلك فهو كلام غير صحيح يشيعه المحبطون ومن في قلوبهم مرض. وهذه الإشاعة الكاذبة للأسف انطلت على الكثير ممن نحسن الظن بهم في الداخل والخارج. فلم نصدر فتوى في الماضي ولن نصدر فتوى الآن بعدم دخول الجيش والشرطة. لكن هذه الفرية تكشف حجم المؤامرة على الهيئة والمقاومة وعلى العراق بشكل عام. تعالوا معي إخوة الكرام نقرأ بعض الفتاوى الصادرة
عن الهيئة في هذا الخصوص. صدرت فتوى عن الهيئة في عام 2003 في شهر 12 يوم 5، فتوى بعنوان فتوى وبيان حول الميليشيات العسكرية، وذلك عندما اعتزمت القوات الأمريكية أن تشكل جيشا من بعض الأحزاب. فقالت الهيئة في بيانها بعد الحمد والثناء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: تناقلت وكالات الأنباء أخبار اعتزام القوات الأمريكية المحتلة والحاكم الحالي المنصب لحكم العراق على تأليف ميليشيات من جملة أحزاب وصفت بأنها شيعية وكردية فقط. ومجلس الإفتاء في هيئة علماء المسلمين في العراق يرى أولاً أن استمرار الضرب على النغمتين الطائفية والعرقية له محاذيره الشديدة، وهو من فعل المحتلين على قاعدة فرق تسد، وهو مرفوض شرعا حيث أمر الشرع بعدم الفرقة بين المسلمين. ثانيا، إن تجاهل فئة كبيرة من المسلمين أو دفعهم جميعا ليكونوا في صف المعادين كما يصفهم المحتل له محاذيره، وقد يدفع من كان حياديا إلى صف لا يقبله الآخرون. ثالثا، إن أساليب الميليشيات تذكرنا بلبنان وما حل بها، ومحاولة نقل اللبنانة إلى العراق أسلوب بائس ورهان خاسر. رابعا، الذي يراه المجلس في حل أزمات العراق الأمنية هو الآتي: أن يعاد تشكيل الجيش العراقي من العناصر النظيفة، أن يسلح بالتسليح الخفيف والمتوسط مؤقتا، يتسلم المهام الأمنية في عموم العراق نظرا لمقبوليته من الجميع وتمثيله لجميع الفئات والأعراق في العراق. والتاريخ العراقي يشهد بأن الجيش كان صمام الأمان في الحوادث الطارئة التي مر بها العراق ونجح في تجاوزها. مجلس الإفتاء الشرعي في هيئة علماء المسلمين في 12 من شوال عام 1424. هذه هي الفتوى الصادرة عن الهيئة في حينها، وهي واضحة في بيان موقف الهيئة من تشكيل الجيش، ولديها رؤية كافية في كيفية تشكيله، لكن الاحتلال كان يهدف لجعل العراق ساحة للفوضى وإبقائه هشا ضعيفا يسهل التحكم به. فجاءت الفتوى مستنكرة استمرار الاحتلال بنهجه الطائفي والعرقي. هناك أيضا فتوى ثانية صدرت في عام 2014 من شهر 11 أيضا بعنوان فتوى ونداء، وفيها وجهت الهيئة النصح للجيش والأجهزة الأمنية بأن تلتزم واجباتها في حفظ أمن العراقيين، وأن لا تساند المحتل بقتاله ضد أبناء الوطن الذين كلفوا بحمايتهم، مبينة فيها حرمة القتال مع قوات الاحتلال. ثم ختمت الفتوى بالقول: ونحن بهذه المناسبة نوجه نداء إلى أبناء القوات العراقية باعتبارهم أبناء الوطن، نطالبهم فيه الحذر من ارتكاب هذا الخطأ الجسيم في اجتياح المدن العراقية تحت قوات لا تحترم دينا ولا مبادئ إنسانية. ثم قالت: ومن السذاجة أن تصدقوا عدوا يريد أن يذبح أبناء شعبكم بأيديكم من أجل مصالحه وأهدافه، إلى آخر الفتوى. هذا فيما يتعلق في البيانات، وهناك في الفتاوى هناك فتاوى أخرى أيضا. الآن ننتقل إلى الوثيقة الثانية من وثائق الهيئة، وهي البيانات، وهي بيانات رسمية تصدر عن الأمانة العامة لهيئة علماء المسلمين، ونتناول بعض ما جاء فيها بهذا الخصوص. وسأتناول هذا الأمر من عدة جوانب: أولا جانب التشكيل، ثانيا جانب موقف الهيئة من استهداف الجيش، ثالثا موقف الهيئة من واجبات الجيش المنوطة به. أولا الجانب الأول يتعلق بتشكيل الجيش والأجهزة الأمنية. قالت الهيئة في بيانها رقم 13 الصادر في 6/1/2004: إن إعادة تشكيل هذا الجيش ضرورة وطنية ينبغي الإسراع فيها، وأن تتم على أسس وطنية محضة، وأن ما يحاول الأمريكيون فعله من تأسيس هذا الجيش على وفق نسب طائفية أو عرقية مرفوض جملة وتفصيلا. وهذا النص المتقدم زمنيا يكفي وحده في بيان الرأي الحقيقي لهيئة علماء المسلمين. وفي بيان رقم 59 الصادر في 7/10/2004 أيضا أصدرت الهيئة بيانا بعنوان السبيل لحفظ الأمن في العراق. بيّنت الهيئة
أنه لا بد من وجود أجهزة توفر الأمن والاستقرار من الشرطة والجيش من عناصر وطنية نظيفة تحرص على الهدوء والطمأنينة بعيدا عن الميول الفئوية، وإن واجب الجيش هو حماية أمن الحدود والدفاع عن القيم والمقدسات والذود عن الحرمات. وأهابت الهيئة في البيان بأفراد الجيش الالتزام بواجباتهم الأصلية وممارسة أعمالهم في إطار الضوابط الشرعية والقوانين الأصلية التي وجدت لتنظيم عملهم وعدم تجاوزهم. وختمت الهيئة بمناشدتهم قائلة: يا أبناء البلد من الجيش والشرطة، أثبتوا وأوفوا بالعهد مع مواطنيكم وأهليكم. ويلاحظ أن الهيئة تدعو في هذا البيان أفراد الجيش والأجهزة الأمنية في العراق كله إلى الالتزام بالواجبات المكلفين بها المفضية إلى خدمة الوطن والمواطن. الجانب الثاني، موقف الهيئة من استهداف الجيش. أدانت الهيئة في بيانها رقم 64 الصادر بتاريخ 25/10/2004 استهداف الجيش في حينها، وقالت إن هيئة علماء المسلمين تدين هذا العمل الخطير، وترى أن جهة مغرضة لها مصالح في إبقاء الفوضى العارمة في البلاد، وتنبه الهيئة على أن إلباس هذه المجزرة المروعة لبوس الطائفية والعرقية تضليل إعلامي من قبل الفاعلين، لأن المتتبع لمثل هذه العمليات يبدو له بوضوح أن المستهدف فيها دائما هو الأجهزة بوصفها أجهزة أمنية بغض النظر عن انتماءات أفرادها. وفي بيان رقم 90 الصادر بتاريخ 12/2/2005 المتعلق ببعض أحداث العنف التي يتعرض لها أفراد الجيش والشرطة، قالت الهيئة: إن هيئة علماء المسلمين تستنكر أحداث العنف التي يتعرض لها رجال الشرطة والجيش الذين لم يحدث منهم أذى أو تعد على الغير. وناشدت الهيئة أيضا أفراد الشرطة والجيش عدم الانسياق في مكائد العدو المحتل والالتزام بواجباتهم الوطنية المعلومة وتجنيب أنفسهم مأزق استخدام قوات الاحتلال لهم كدروع بشرية لحماية أنفسهم. وأيضا قالت إن الالتزام بحدودهم في أداء الواجبات المفضية إلى خدمة الوطن حصرا وأن لا يتجاوز ذلك إلى إلحاق الأذى بالعراق وأهله، فإن ذلك سيكون خيانة للأرض، وليس ثمة أعظم من إثم الخيانة. والمتابع يجد أن هناك فصائل كثيرة من الجيش والشرطة تقوم بواجباتها في هذا الحدود. الجانب الثالث، في بيانات الهيئة التي كانت تدعو لدرء مفسدة انحراف الجيش والأجهزة الأمنية عن واجباتها والغايات من وجودها. في هذه البيانات نقرأ استنكار الهيئة بعض أفعال الجيش والأجهزة الأمنية وعدتها سابقة خطيرة ومخالفة لضوابط الشريعة الإسلامية التي نهت عن ترويع المسلم ولو بالإشارة بالحديدة وحرمته، لأنه بذلك يستحق لعن الملائكة، فما بالك بالذي يطلق الرصاص، وما بالك بمن يروع الآمنين ليلا ثم يخطفهم فيقتلهم بلا ذنب ظلما وعدوانا. وأشارت الهيئة إلى أن من يفعل ذلك من هؤلاء هم ضد الأمن، وهم ضد أمن الأفراد في بيوتهم وأمن الأسر في مجتمعاتهم ومنازلهم، لأنهم نقضوا المقصد من وجودهم، وإنما يفعلونه إرهاب سيزيد الإرهاب إرهابا والوضع سوءا ولا يوصل إلى المنشود. ودائما ما ناشدت الهيئة في بياناتها تلك الأجهزة ألا تكون أداة طيعة في يد المحتل. وفي هذا السياق يقول الدكتور محمد بشار الفيضي عضو الأمان العام للهيئة في حوار صحفي جواب عن سؤال بشأن تقييم عمل أجهزة الشرطة والجيش، فقال: لا بد من توفير المناخ المناسب لمثل هذه المؤسسات لتأخذ دورها في المجتمع، وعرفا فإن أجهزة الشرطة هي المسؤولة عن ذلك، لذا قلنا يحرم استهداف الشرطة إذا تمسكت بواجباتها الوطنية ولم تخرج عن هذه الدائرة إلى دائرة العمالة والتجسس. وعبرنا عن هذا في مؤتمر صريح بثته عدة قنوات فضائية، وما زلنا على هذا الموقف. ويضيف الدكتور محمد بشار: المشكلة في خطأ فادح ارتكبته الحكومات، وهو أنها استعملت هذه القوة في ضرب المقاومة والناس الأبرياء بالمشاركة مع قوات الاحتلال، لأنها هونت من شأن هذه الأجهزة وأفقدتها احترامها في نظر الشعب العراقي.
ولذلك أصدرت الهيئة تصريحا صحفيا يعزز هذا المفهوم، وجاء فيه: وتحث الهيئة الشرفاء من أبناء الجيش والشرطة على عدم الرضوخ للأوامر التي من شأنها أن تزيد من ظلم الشعب العراقي وتدعوهم إلى انحياز للشعب. مما تقدم إخوة الكرام يظهر جليا من النصوص السابقة أن الرسائل التي أرادت الهيئة تسليط الضوء عليها من خلال البيانات هي أن من أسس الحياة الضرورية في كل دولة توافر الأمن والاستقرار داخل الدولة وفي المجتمع لا بد من وجود أمن يوفر بيئة مناسبة للشعب وللبناء. وبمقدار توفر العناصر النظيفة يستطيع من أفراد الجيش والأجهزة الأمنية يستطيع الأفراد أن يمارسوا حياتهم وأن يحفظوا حقوقهم وأداء واجباتهم وتحقيق المنشود من طموحهم. وتتمكن الدولة من الارتقاء بنفسها في مختلف الجوانب والمجالات على كل الصعد داخليا وخارجيا. وبمقدار اختلال هذا العنصر يأتي النقص وتنتشر الفوضى والآفات الاقتصادية والاجتماعية والصحية، وهو الأمر الذي يهدد السلم المجتمعي. ويمكن تلخيص رؤية الهيئة ومواقفها مما تقدم في الأمور الآتية: أولا، تدعو الهيئة إلى تشكيل جيش وطني بعيدا عن الطائفية والعرقية. ثانيا، حرمة تعدي هذه الأجهزة أو الحكومات فيما بعد الاحتلال في استهداف العراقيين. ثالثا، حرمة الاستجابة للأوامر الصادرة للقوى العسكرية والأمنية حينما تتعارض مع مقتضيات حفظ الأمن ووحدة الوطن والمواطنين، وذلك لمخالفتها الغاية الرئيسية من وجود هذه القوة أو هذه القوى، لأن الهدف من وجودها هو حفظ العراقيين لا إعدامهم. رابعا، العمل الأساسي للجيش والأجهزة الأمنية هو حفظ الحدود والدفاع عن القيم والمقدسات والذود عن الحرمات، وليس صحيحا بل يحرم شرعا أن تسهم هذه القوة فيما يؤدي إلى فرض الهيمنة الأجنبية على البلاد، لأنها بذلك تناقض الغاية من تشكيلها. أمر آخر، وهو الالتزام الأجهزة الأمنية والجيش بواجباتها المنوطة بها شرعا وقانونا، من شأنه القضاء على الفوضى والتصدي للاتجاهات المنحرفة والطائفية والسلب والنهب والإرهاب الميليشياوي وغيره، وكل من يستهدف أبناء الأفراد والمجتمعات. وخلاف ذلك سيؤدي إلى اضطراب الأوضاع ويجعل من هذه الأجهزة عرضة للتجريم والتجريح والاستهداف، وهذا يصب في مصلحة المحتل وحده، وبذلك تكون هذه الأجهزة خرجت عن الغاية من وجودها الأصلي. وأيضا أكدت الهيئة أن تحقيق الأمن لا يقتصر على الإجراءات والترتيبات العسكرية والأمنية فقط، وإنما لا بد من وجود إجراءات سياسية ودستورية واقتصادية وثقافية هادفة تحيط بالمجتمع وبكل شخص فيه، وتوفر له الحرية في الاختيار والعدالة الاجتماعية بعيدا عن السياسة الطائفية والإقصائية وخالية من الظلم والانتقاص. هذا ما أحببت أن أبينه في موقف الهيئة من الجيش وتكوينه بعد الاحتلال وأعماله، وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزا الله خيرا الدكتور ثامر علواني على هذه الورقة التي سلطت الضوء على موقف الهيئة من الجيش وأوضحت ما كانت الهيئة تريده من هذا الجيش في حماية الوطن وحماية حدوده وعدم قتل الشعب أو العمل ضد سلامة الأبرياء من العراقيين. ننتقل إلى الورقة الثانية للدكتور مثنى حارث الضاري، فليتفضل جزاه الله خيرا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه، وبعد، السلام عليكم أيها الإخوة ورحمة الله وبركاته. أشكر الإخوة في القسم السياسي في الهيئة على إقامة هذه الندوة المهمة المتعلقة بذكرى تأسيس الجيش العراقي. وقد اعتادت الهيئة أن تصدر بيانا في كل عام، ولكن هذه الندوة تتعلق بجوانب أخرى لا بد من تجريتها وبيانها. فقد كان أيضا معتادا للهيئة أن تكون لها جهود أخرى مصاحبة للبيان الرسمي في 6 من كانون الثاني. أما ندوة أو تغطيات إعلامية موسعة
أو حوارات صحفية أو كتابات وهكذا. في كل ظرف نسلك الطريقة المناسبة التي نرى أنها ستوصل صوت الهيئة وصوت العراقيين جميعا في هذه الذكرى العزيزة على قلوبنا، ومنها هذه الندوة. الإخوة في القسم السياسي يبدو أنهم أرادوا إيلاء هذه الذكرى أهمية أكبر من كل سنة لخصوصية الأوضاع التي نمر بها في العراق الآن، وللظروف المأساوية والكارثية التي يعاني منها جميع العراقيين، وأيضا الموقف من تجربة الجيش العراقي على مدى السنوات الطويلة منذ التأسيس وحتى اللحظة. الظرف الذي يمر به العراقيون جميعا ظرف مأساوي ومؤلم، ولكن من يتصدى للعمل الوطني بشقيه المدني والعسكري لابد أن يكون له صوت. وأؤكد على أن الاعتذار ليس بسبب الهيئة وأن الندوة تقيمها الهيئة، لا، كلهم متعاونون الحمد لله معنا في هذا الموضوع، والشواهد على ذلك كثيرة. ومن أبرز هذه الشواهد هي الوجوه الكريمة التي أراها أمامي الآن المتفاعلة مع كل النشاطات في هذا المجال. والاعتذار أيضا أو الاعتذارات، وهي بالمناسبة ليست جديدة، عانينا منها منذ زمن طويل، وتعاني منها بعض وسائل إعلامنا ولا سيما قناة الرافدين، وهذه يعلنها للمرة الأولى لكي يعذرنا كثير من الناس أولا، ولكي نبين بعض الصعوبات الإعلامية التي نعاني منها. لدينا نقص كبير في المجال السياسي وأكبر في المجال العسكري فيما يتعلق بوسائل إعلامنا ولا سيما كما قلت قناة الرافدين. ومرينا بهذه المرحلة عدة مرات لما كنا في القاهرة والآن في عمان وفي تركيا وما إلى ذلك. المهم هذه أمور يعني صعبة ومؤلمة كما قلت، ولكنها إن شاء الله لا تؤدي إلى إحباط أو تراجع أو يأس أو ما إلى ذلك، وهو ما يريده عدونا بكل أشكاله مختلف ألوانه. بالعكس، هذه تزيدنا إصرارا على أن نمضي وعلى أن نعي صعوبة هذه المرحلة. فأنا من خلالكم يعني أتوجه إلى إخوان العراقيين جميعا وأقول لهم كل عام وأنتم بخير، ومبارك لكم ذكرى تأسيس جيش العراق، الجيش العراقي، هذا الجيش الذي يحق لنا جميعا أن نفخر به. كل الأمم تفخر بجيوشها، لا تتحدث عن السلبيات، لا يوجد جيش ليس فيه سلبيات، لا يوجد جيش ليس فيه أخطاء، ولكن لم نرى أمة أو بلدا أو وطنا أو مجموعة تراعي هذه السلبيات والأخطاء فلا تحتفل بذكرى تأسيس جيشها أو لا تفخر به أو لا تتشرف به. إلا نحن يراد لنا أن لا نذكر الجيش عندما نتكلم عنه، فعل كذا وفعل كذا وفعل كذا. طيب، ائتوني بجيش من جيوش العالم جميعا لم يقع فيه أخطاء، لم يقع فيه جرائم، لم يرتكب أحداث. الجيوش التي احتلت العالم كله، الدول الاستعمارية من عهد الاستعمار الأول ثم الحرب العالمية الأولى والثانية ثم الاستعمار الجديد في القرن الحادي والعشرين واحتلال أفغانستان والعراق والاحتلالات المتواصلة بل الاحتلال المستمر إلى الآن الأمريكي للعراق، جرائم بحق الإنسانية وليس بحق العراقيين فقط، ومع ذلك يفخرون بجيوشهم، بل وتسعى آلتهم الإعلامية ليلا نهارا، وأنا أتحدث عن كل الدول لا أقصد دولة محددة، عن الجيش والتغني بالجيش، بل أن دولا الآن بدأت الآن انتبهت إلى أنه ليس لديها جيش تتغنى به فبدأت بإنشاء جيوش. فيحق لنا أن نفخر بالجيش العراقي لسببين: أولا أنه جيش البلد، جيش الوطن، وثانيا أنه الجيش الوحيد العربي الوحيد الذي شارك في كل معارك الأمة العربية. وهذا ليس من باب الفخر ولأني عراقي يتكلم عن الجيش العراقي، إنما هذا الواقع، شارك في المعارك التي دعي لها والمعارك التي لم يدعى إليها، وشارك الجيش العراقي كجيش عراقي. قلت هنا الأمة العربية لتحديد تحديد علمي هذا، لأن المعارك جرت في إطار، لم يدعى إلى معارك خارج إطار الدول العربية وإلا لشارك فيها. فإذا هو شارك في كل المعارك، دعية أو لم يدعى،
أو حتى في المعارك التي لم يدعى لها عمدا، وكان أبناؤه من كل القوميات ومن كل الأديان ومن كل المذاهب يشاركون فيه، وأسماء بنات هذا الجيش وشهداء هذا الجيش متوزعة ومتنوعة على الجميع. فإذا هو جيش عراقي نفخر به. لنتحدث عن التاريخ، لأن هناك من هو أجدر مني بالحديث، والأستاذ الدكتور محمد نظيف الأدمي معنا، وهو أفضل من يتحدث، ولا سيما هذه المرحلة، مرحلة تأسيس الدولة العراقية بعد الاحتلال البريطاني بجوانبها السياسية والعسكرية. ولكن أنا هنا فقط ألقي أضواء. الجيش العراقي له تاريخ قبل الاحتلال وتاريخ بعد الاحتلال، وتاريخه قبل الاحتلال مشرف كجيش وفق المفهوم العسكري المنضبط، قيادة، إمرة، سيطرة، توجيه، كل ما يتعلق بهذا الجيش. وموقفه بعد الاحتلال مشرف أيضا كأفراد، كضباط، كمراتب، كجنود شاركوا في المقاومة العراقية في ضمن الفصائل الجهادية أو في فصائل خرجت تحت مسميات معروفة ومعلومة باسم القيادة العامة وهي متعددة. فلهم الفخر والشرف كضباط وجنود ومراتب ضمن مؤسسة رسمية قبل الاحتلال، ولهم الفخر والشرف كضباط ومراتب وجنود قاتلوا في صفوف المقاومة العراقية بعد الاحتلال. فألا نفخر بهؤلاء؟ ألا نفخر بهذه المؤسسة؟ هذا من حيث التاريخ. أما من حيث الواقع، فالدكتور ثامر جزاه الله خيرا تكلم عن أو تحدث عن موقف الهيئة من الجيش بعد الاحتلال، وهو كما رأيتم موقف مبدئي وطني يحافظ على وحدة البلد، يحافظ على نسيج البلد المتماسك، لا يقبل بما جرى بعد الاحتلال لأنه بني على باطل، ولكنه يتعامل أيضا مع واقع، مع ضرورات، مع متطلبات مرحلة. ولذلك عرض مشروعا مبكرا، أو عرضت الهيئة مشروعا مبكرا منذ عام 2004 وتحديدا في شهر شباط عام 2004، يعني بعد الاحتلال بأشهر فقط، لإنقاذ العراق ما هو فيه. وكان هناك أثر كبير للجيش العراقي الحقيقي الوطني في إنجاز الخطة التي يمكن أن تنتشر العراق من الاحتلال بالتعاون مع المجتمع الدولي، ولكن هذا المجتمع ما أراد لهكذا خطة أن تقر، وإنما أراد لحالة الاحتلال أن تستمر وفق الفصول المعدة والمقررة لها، لا وفق ما نسمع الآن. انتشرت كتابات قبل أيام ورسائل وصلتنا حتى على عناويننا الخاصة في وسائل التواصل أو في البريد الإلكتروني، لأحدهم يقول بأن أمريكا كانت تنوي إعادة بناء العراق بعد إنشاء أو تأسيس الديمقراطية، بناء العراق وفق صيغة حضارية، ولكن للأسف اندفع بعضهم بالتعاون مع إيران لتحقيق مصالح وأهداف إيران، فبدأوا باستهداف قوات الاحتلال، مما جعل قوات الاحتلال الأمريكية تقول جئنا من أجل أن نبني لكم الوطن من جديد، نبني لكم البلد من جديد، وإذا بكم تستهدفونا. فألغت الولايات المتحدة، هكذا بكل يعني بكل تبسيط للموضوع، ألغت الولايات المتحدة كل الخطط القاضية بتعمير العراق. ويريت يقول بأنه الذين ضربوا هذه القوات أو استهدفوا هذه القوات هي فصائل المقاومة، كما هو الدارج للأسف أيضا عند بعض من ينظر الآن لما يسمى بالاستعجال، وأننا استعجلنا في مقاومة، أو يا ريت يقول مقاومة في استهداف الاحتلال. لا، الذي تحدثت عنه أولا هو أحد الوزراء الذين شاركوا في حكومات الاحتلال الأولى، أحد الذين خططوا الاحتلال العراق وتعاونوا مع إدارة الاحتلال الأمريكي لاحتلال العراق. فهو يقول بأن بعض الأشخاص القريبين منه في دائرته في نطاقه في بيئته هم الذين استهدفوا قوات الاحتلال بتحريض من إيران، وأني اتصلت بهم وذهبت إليهم وجلست معهم وحاولت إقناعهم، ولكن كانت الإرادة الإيرانية أقوى. لاحظوا التشويه. وقبل أيام أيضا بمناسبة ذكر انسحاب قوات الاحتلال بين قوسين المعلن في 31/12
2011 لاحظتم أيضا أن بعض الجهات السياسية الميليشيات المؤسسة للحشد الشعبي الوالغة في دماء العراقيين المحرمة لقتال الأمريكان والواصفة له بالإرهاب في عامي 2003 و4 و5 أو أعوام 3 و4 و5 تدعي أنها هي التي قاومت وانتصرت وتقول بأن 31/12 هو تاريخ انتصار المقاومة العراقية. نعم، هو تاريخ انتصار المقاومة العراقية التي أجبرت الأمريكان على الانسحاب، وليست المقاومة التي ارتدت الآن لبوس المقاومة وادعت المقاومة بعد أن هيمنت على البلد بمساعدة الأمريكان، تريد الآن إخراج الأمريكان تحت شعار المقاومة. وأظن الأمور واضحة ومفهومة. لكن قد يسأل سائل، الموقف مشرف قبل الاحتلال، الموقف مشرف بعد الاحتلال، وبعد الاحتلال في مرحلتيه، مرحلة المقاومة الأولى ثم مرحلة الاعتداء على حق الشعب العراقي في التعبير عن رأيه ومطالبه في عام 2014 بعد أن اقتحم نور المالكي ساحات الاعتصام، ساحة العزة والكرامة في الأنبار، ردت عشائر وقبائل الأنبار وباقي المحافظات العراقية على هذا العدوان، واشتركت معها فصائل المقاومة العراقية وأبناء الجيش العراقي، واجتمع الجميع تحت مسمى كان معروفا وواضحا وهو المجلس العسكري لثوار العراق. لبنته الأساسية هي هذه المكونات الثلاث: عشائر، فصائل المقاومة، ضباط وأفراد الجيش العراق. هذه المرحلة الثانية وهي مشرفة. والآن أيضا يراد لهذه المرحلة أن تشوه وأن يدعى بأن هذه المرحلة التي تسببت فيما وصلنا إليه. وأنا أقول بكل وضوح وصراحة وكمتابع وقريب جدا من هذه التجربة، تجربة المجالس العسكرية استطاعت أن تعيد للمقاومة زخمها، وأصبحت أكثر من أي وقت آخر على أبواب بغداد وقادرة على تغيير الواقع العراقي إلى الواقع الذي تريده القوى الوطنية والمقاومة العراقية. ولكن مؤامرات السياسيين السنة والدعم العالمي والدولي لحكومة المالكي في ذلك الوقت ودخول إيران كقوة أساسية في ساحة المعركة ثم فسح المجال لما يسمى تنظيم الدولة للدخول إلى المحافظات المنتفضة واختلاق معركة داخلية يسرت لها الأمور من قبل أطراف عديدة لجعل المشكلة داخلية، هذه كلها تسببت في عدم نجاح التجربة. ينبغي أن نكون واضحين وصريحين، لأنها بدأت تصدر وثائق وكتابات مؤرخة وادعاءات وكلها يعني لا تقترب من الحقيقة إلا قليلا قليلا. فإذا تاريخ مشرف قبل وبعد الاحتلال في مرحلتيه، لكن السؤال ماذا نريد كقوى وطنية من هذا الجيش، وكيف يمكن للجيش العراقي الحقيقي الجيش الذي حل بعد الاحتلال أن يقوم بدوره الوطني؟ هل يقوم به كقيادة سابقة تمتد إلى الآن ومن هذه القيادة، أم يقوم به الأفراد من خلال التجمع في صيغة معينة، أم تقوم به أطراف وقوى وطنية، أم تقوم به حالة مقاومة جديدة تتجاوز أخطاء المراحل السابقة؟ هذه تساؤلات برسم المختصين كما يقولون. ولكن الإطار العام في تصوري، وسأقرأ الآن فقرة هي جزء من بيان الهيئة أو مسودة بيان الهيئة الذي سيصدر غدا بعون الله، نقول فيها: نحن على يقين بأن إرادة تغيير الواقع الشاذ الذي نعيشه وباطل الطغيان وحكومته لن يكون إلا إذا امتلكنا عناصر القوة الفاعلة والمغيرة، وفي مقدمتها جيش للوطن والمواطن لا جيش للآخرين والطارئين. وهذا الجيش متى يقوم؟ يقوم الآن أم يقوم في إطار مرحلة أخرى الأوضاع فيها غير ذلك؟ واضح من العبارة أن الوضع الآن شاذ، وهذا الوضع لا يمكن إصلاحه.
لا يمكن التعامل معه وبناء مؤسسة وطنية حقيقية، أي مؤسسة فيه، فضلا عن أن تكون مؤسسة الجيش. فإذا لابد من تغيير واقع، ثم بعد ذلك يبنى الجيش ومؤسسات الدولة على أسس سليمة وطنية. وأنا راح يقول أنه هذا نوع من توقف الشيء على نفسه. كيف نحن نريد الجيش أن يعيننا الآن، بينما الآن نقول لا، نغير ثم نبني جيش؟ لا تعارض، لأن الجيش في حالة الأفراد يعمل على تغيير الواقع مع الآخرين، ثم بعد ذلك يبنى الجيش. أما يبنى جيش وطني الآن، لا أظن، بل أعتقد وأجزم بأن هذا من حديث الخرافة. ولكن للأسف نفاجأ بأن هناك أفكاراً ومقولات وتوجهات، بل وأحلام وخطاب أيضاً أحياناً مموه ومموه. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزا الله خيراً دكتور مثنى حارث الضاري على هذه الورقة وهذه النقاش أو مفاتيح النقاش. نفتح باب النقاش والمداخلات. أريد فقط أن أتحدث في مسألة الفلسفة التي بني على أساسها الجيش العراقي منذ البداية، والفرق، لكي نفهم الفرق بين الأسس التي بني عليها الجيش العراقي وبين ما حصل بعد الاحتلال بما سمي بأنه بناء للجيش العراقي. من بنى الجيش العراقي؟ أسس الجيش العراقي ضباط كانوا قد درسوا في إسطنبول في المدرسة العسكرية التركية آنذاك العثمانية، وبدءا منذ أيام مدحت باشا في عام 1869 أسس المدرسة الرشدية العسكرية التي يلتحق بها تلاميذ المدارس الابتدائية، ما كانت أكو لا ثانوية ولا بعدين صارت. فهؤلاء التحقوا بالمدرسة الرشدية العسكرية، وبعد ذلك بعد تخرجهم أرسلوا إلى إسطنبول للدراسة، وتخرجوا كضباط في الجيش العثماني، العراقيون والعرب، ولكن العراقيون كانوا يمثلون الثقل الكبير في هذه المرحلة. هؤلاء يعني دائما يؤخذ عليهم أنهم تخلوا عن الدولة العثمانية وتعاونوا مع الإنجليز في سبيل التخلص من الحكم التركي. الشيء الذي يعني الشيء الذي لماذا هؤلاء تخلوا؟ لم يتخلوا في البداية، تخلوا بعد أن استلمت جمعية الاتحاد والترقي السلطة في الدولة العثمانية، وحجمت دور السلطان العثماني، وأصبح هناك اتجاه لعملية التتريك في الدولة العثمانية بعد أن كان الإسلام هو الأساس. أنه لا فرق خلال القرون الماضية، صح أكو انتفاضات وثورات ضد ظلم الولاة الأتراك وغيرهم، ولكن السبب الرئيس أنه الدولة العثمانية في أواخر أيامها استلمت من قبل مجموعة من الضباط أيضا الذين اتبعوا سياسة أخرى عنصرية، هي سياسة التتريك ضد العرب في الوقت الذي تقلصت فيه الدولة العثمانية ولم يبقى فيها غير العرب والأتراك في تركيا. هؤلاء الضباط تحولوا في تفكيرهم وفلسفتهم من ملتزمين بإخلاصهم للدولة العثمانية كدولة إلى التفكير في البداية من خلال الجمعية القحطانية وجمعية العهد بأن يكون هناك للعرب حكم ذاتي داخل إطار الدولة العثمانية، ثم تطور الأمر من خلال الجمعية العربية الفتاة ليطالبوا باستقلال العرب. ولكن المسألة الأساسية التي يجب أن تفهم أنه الجماعات التي كونت أحزاب في هذه الفترة، في فترة التي أطلق عليها النهضة العربية، لم يفكروا تفكيرا قوميا صرفا أبدا. كان هناك وعندي الدليل على ذلك، عندما دعوا إلى نهضة العرب وإلى الاستقلال عن الدولة العثمانية، هؤلاء وجدوا
أن خير من يعينهم في هذا هو أن يتوجهوا إلى مقر وكعبة المسلمين المشرفة التي يوجد فيها الشريف حسين كممثل للمسلمين باعتباره من سلالة الرسول. ولذلك هو في لو تقرأ مباحثات الشريف حسين مكمهون بمطالبة بتأسيس دولة عربية في العراق وبلاد الشام، يقول لهم أنني لا أتحدث باسمي وإنما أتحدث باسم هؤلاء الذين أمثلهم، وبالتالي نحن نريد دولة بهذا الشكل. ما أريده أنه التوجههم إلى هذه القيادة الإسلامية كعرب، يعني الفلسفة اللي كانت عندهم أنه إحنا كعرب لا يمكن أن نتحرك بدون الإسلام. ولذلك يعني بالرغم من أنه سووا ثورة عربية لكنهم كانوا يرفعون راية الإسلام، لأن العرب بدون الإسلام جاهلية، والإسلام بدون العرب شعوبية. يعني هذا أنا رأيي الخاص، يعني شعوبية فارسية أصلا. فالفكرة التي بنيت يعني تكون على أساسها الضباط العراقيين كانت على هذا الأساس. الجيش العربي اللي حرر دمشق أو دخل دمشق كان القائد ماله جعفر العسكري عراقي. صحيح الأمير فيصل كان هو يعني الأساس، ونور السعيد كان رئيس أركان الجيش لما دخلوا دمشق وبدأوا بتكوين الدولة العربية. عندما جاءوا هنا المرحلة الأساسية، هؤلاء عندما جاءوا إلى العراق بعد أن تقرر تطبيق معاهدة سايكس-بيكو وأسقطوا الحكومة العربية في دمشق اللي أغلبية ضباطها كانوا عراقيين، يعني حلب كان جعفر العسكري يحكم، ياسين الهاشم موجود بيناتهم، نور السعيد وغيره من الضباط العراقيين المعروفة أسمائهم، مولود مخلص وما شابه. هؤلاء عندما سقطت، عندما جاء غورو تنفيذا لمعاهدة سايكس-بيكو ومؤتمر اتفاقية سايكس-بيكو، جاء واحتل وأسقط الحكومة العربية، ما سموها سورية على أساس نواة للدولة العربية، سموها الحكومة العربية في دمشق. هؤلاء الضباط اللي تأثر واللي عاد إلى العراق سيرا على الأقدام، قسم منهم من دمشق، بعدين اللي تخلص من الأسر وإجوا إلى هؤلاء، شكلوا العمود الفقري لجيش الثورة العربية اللي هم يحملون فكر عربي إسلامي. يعني لم يكن فكرا على هذا الخطأ السائد انه هاي والله حركة عربية قومية مجردة. هؤلاء لو كانوا هكذا لم ارتضوا بالشريف حسين ان يصبح قائدهم، لانه رمز للإسلام في تلك المرحلة وفي تلك البقعة من الأرض. فهؤلاء عندما جاءوا الى العراق وبدأوا اول عمل قاموا به قبل تشكيل الحكومة، قبل مجيء الامير فيصل ملكا على العراق، تشكلت الحكومة العراقية المؤقتة برئاسة عبد الرحمن النقيب، عبد الرحمن القيلاني. هذه تشكلت ب 25 تشرين الأول 1920، بعد حتى الثورة الكبرى ثورة 20 ما منتهية، تشكلت بها وزير الدفاع هو جعفر العسكري اللي بدأ يدعو إلى تأسيس الجيش العراقي وأصدر بيانات بهذا الخصوص. بل إن مؤتمر القاهرة اللي حضره تشرشل واللي وافق على الطلب بالمناسبة، يعني حدد شيئين، فيصل يجي ملك على العراق، ثانيا تأسيس جيش عراقي، وحددوا البطريات. هؤلاء الناس اللي عندما بدأوا بالعراق وعندما بدأوا يؤسسون الجيش على هذه الأسس، أسس وطنية عروبية إسلامية، مؤمنين بأنه هم عرب وفي نفس الوقت مسلمين، لم يكونوا ضد الإسلام عندما وقفوا مع ضد الدولة العثمانية. والتحالف مع الإنجليز صار لأنه لأن الدولة العثمانية دخلت ضد الإنجليز بالحرب العالمية، ولذلك هم وجدوا في الإنجليز الذين هم عرضوا عليهم المساعدة حليفا لكي يقدم لهم الأسلحة ولكي يعينهم، وبعدين غدروا بهم. يعني هو الجيش العربي لعمادة الضباط العراقيين وهو يتقدم إلى دمشق لدخولها، كانت البرقيات تأتي لا تنسوا مؤتمر ساريمو، لا تنسوا اتفاقية سايكس-بيكو. ما من البداية كانوا مقررين أنه هذه المسألة مجرد مسألة مؤقتة وتنتهي. فعلى هذه الأسس تأسس الجيش العراقي، التحقوا بوجبتين
الضباط العراقيين اللي كانوا بالجيش العثماني التحقوا على وجبتين بعد أن أعلن جعفر العسكري بداية التأسيس. يوم 6 كانون هو يوم 6 كانون الثاني 1921 بعد فيصل ما صايرة ملكية، فيصل بالآب التوج 23 آب. في 6 كانون 1921 أول اجتماع صار في المقر العام، حددت فيه الملابس، حددت فيه الرتب، حددت فيه الناشين وإلى غيره من الأمور اللي تخص الجيش، وبدأت عملية التطوع. طبعا الإنجليز ما قبلوا من العراق، كان تحت الانتداب البريطاني من 20 إلى 32، ما قبلوا التجنيد الإلزامي بحجج عديدة، أنه العشائر ما تقبل، سلطة الكذا، إلى أن انتهى الانتداب البريطاني يلا دخل التجنيد الإلزامي. كانت خلال الانتداب توصل إلى البرلمان ويوقفوها ما يسمحوا لهم، فكان التطوع هو وليس الإلزام. فبدأ الجيش على هذا الأساس، من تأسس فوج موسى الكاظم، وبدأت العملية تنمو، وبدأت الأسلحة تأتي تباعا ولكنها أسلحة خفيفة، وسميت وزارة الدفاع الوطنية أصلا، جعفر العسكري كان قائدها. الملاحظ أنه أكو من الأشياء الطريفة التي تذكر مقارنة بما يحدث بمسألة الرتب الآن، كانوا هم نوعين من الضباط، ضباط اللي هم بالجيش العثماني بقوا يعني بالجيش العثماني، ومن تأسس الدولة العراقية التحقوا بعد أن سقطت الدولة العثمانية، وضباط اللي هم بالجيش العربي اللي قاتل الأتراك العثمانيين. هذول اللي بالجيش العربي صارت رتبهم عالية، يعني تدري بالمعارك وبالقتال ينطوهم رتب بدون تدرج طبيعي ووظيفي اللي يحدث بالجيش، بينما ذول أهل اللي باقين بالجيش بالدولة العثمانية بالرغم من أنهم أقدم صارت رتبهم قليلة، فصار شكوى يعني شلون هذول احنا أقدم وهذول أعلى منا رتبا. ففي البداية تشكلت لجنة وقرروا أنه يحتسبون الجيش اللي بالجيش العربي خدمة مضاعفة، ما نفعت لأنه شافوها ما زالت أنه هذه رتبهم أعلى. الملاحظ أنه مؤسس الجيش العراقي جعفر العسكري في هذه العملية نزلت رتبته من فريق إلى عميد، نور السعيد نزلت رتبته من آمر لواء إلى عقيد، لأنه يعني ما كانت أكو عندهم، يعني أنا من أتحدث بهذا أريد ذهنكم يقفز إلى ما يحدث الآن من قضايا تخص الرتب العسكرية وتخص الجيش وتخص، فالبناء أساسا هو بني على أساس وطني عروبي يعني حقيقة يعني، والجيش بقى بهذا الشكل رغم كل اللي حدث، يعني انقلاب بكر صدقي اختيل وقتل جعفر العسكري، بال41 صفي الجيش تقريبا عندما احتلت بريطانيا مرة ثانية العراق اللي صارت حركة نيسان مايس 41، غيرها من الأمور، ولكن ظلت العقيدة العسكرية اللي مبنية على العروبة والإسلام هي الأساس وليست الطائفية، التي الآن كيف احنا نتحدث عن بناء قوات مسلحة وإحنا يعني الطائفية السياسية هي الموجودة بالبلد وهي اللي تتحكم بالبلد وأحزابها بهذا الاتجاه. من الصعوبة الآن أن تيجي تبني، يعني أنا أريد أصل إلى نتيجة أنه من الصعوبة أن تيجي تبني الآن قوات مسلحة وطنية حقيقية في ضوء هذه الظروف، لابد أن يكون هناك واقع آخر غير هذا الواقع حتى ممكن أن يبنى جيش. شكرا جزيلا، بارك الله فيكم. في الختام لا يسعنا إلا أن نشكر الباحثين على ما قدماه في ورقتيهما، والشكر موصول لجميع الحاضرين والمشاركين في هذه الندوة، ونستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله.